يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية ومائل البرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، الإسكندرية 25-16، مطروح 23-16، الإسماعيلية 30-17. أما بالنسبة للسويس فدرجة الحرارة العظمى 29 درجة وصغرى 18، العريش 26-18، طابة 27-19، شرم الشيخ 32-22، والغردقة 31-22. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 21، أسوان 35-22، الوادي الجديد 32-19، شلاتين 32-23، وأخيرا حلايب العظمى 29 درجة والصغرى 24. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.